دكتورة مي، يعني كنت بتكتبي دايما عن طفولتك وبتتكلمي عنها وبتقولي يعني تصور غريب شوية لنا، قلتي ان انا لغاية سن 14 سنة كنت بتعامل كأني يعني لا فرق بين ولد وبنت، الى ان ابعدتني امي عن هذه المنطقة. ده كان سر من أسرار حياتي. يعني أنا تربيت في أسرة، عايزة أقول كلمة مهمة جدا وأنا مؤمنة بيها، أسرة بدون ما تقول الكلمة دي كانت مؤمنة بيها. أي. تؤمن بالمواطنة. بمعنى المواطنة بمعنى أنه الكل سواسية، مفيش فروق طبقية، يعني الطبقات موجودة إنما في النهاية كلنا أبناء وطن واحد. المواطنة أيضا بمعنى مفيش فرق بين مواطن رجل ومواطن امرأة. أنا تربيت مع أخين ليا، ولحد سن فعلا 14-15 سنة أنا بلعب مع أصدقائهم شطرنج يعني، فأنا حياتي كلها انتظمت. أعتقد أن يعني في سواء نفسي بيجي من فكرة أن أنا ند، مش أقل أو أضعف أو ليا وظيفة معينة في الأسرة، يعني مش أنا المسؤولة عن المطبخ مثلا. أيوه. خالص. وإخواتي مسؤولين عن أشياء أخرى إطلاقا. فاتربيت في عالم محاطة بالفنون وبالكتب وبكذا، لكن كمان أم وأب مؤمنين بمبادئ المواطنة من غير ما يقولوا لنا إن هي دي المواطنة. المواطنة بمعنى المساواة على كافة المستويات بين ولد وبنت. طبعا بعد لحظة ما ما تبتدي البنت دي تاخد يعني مسار آخر وتلفت الأنظار بأشكال أخرى، ابتدى يبقى في تراجع شوية في يعني الحدود بتاعة الخروج، الدخول، مين الأصدقاء، مين الصديقات. فترة بسيطة جدا، لأنه برضو يعني والدي حضرتك ذكرتي عبد القادر التلمساني مخرج سينما تسجيلية وحد طليعي جدا وتقدمي وكذا، يعني كان برضو بيحميني شوية من الضغوط الاجتماعية اللي من النوع ده، لأن أسرتي في النهاية برضو أسرة مصرية متوسطة محافظة في مجالات كثيرة. لكن هو يمكن شاف والدي أن أنا هيكون ليا مستقبل ما في الأدب وفي الفن، وشاف أنه حرام أنه يقمع هذا المطلب الأساسي. كان عندي مطلب الحرية ولسه لحد النهاردة هو مطلب أساسي. فمطلب الحرية، مطلب المساواة، مطلب أن أنا أكون مواطن على نفس قدم المساواة في الحقوق وفي الواجبات. يعني أنا مش بنكر أن في واجبات. بيخليني يعني النهاردة بقول الحمد لله أني تربيت في عائلة التلمسان.